منى، الو، اهلا يا منى، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. فاضي، كنت عايزه اسال فضيله الشيخ. اتفضلي. دلوقتي انا متجوزه بقالي 21 سنه، وزوجي دايما في بينا مشاكل وهجر، يعني هو على طول بيهجرني بالشهور، ممكن بالسنين، ما فيش علاقه زوجيه. كمان كل حياته معايا خصام، يعني خاطبني بالثلاث شهور، يدخل ويخرج ما فيش سلام عليكم، يشيل مني مصروف البيت، مصروف ايدي وانا ما بشتغلش، على طول يذل ويعاير. مثلا انتوا عندكم كام ولاد قد ايه يا منى؟ عندنا ثلاث اولاد. يعني ثلاث اولاد وممكن ما يصرفش لمده قد ايه؟ يعني يحرمكم من لا، هو مصروف؟ بيصرف على الولاد بس بيقعد، يعني يقعد يمن عليهم في المصاريف، يعني يذلهم. لا انت اصلك بتقولي ممكن ما يدينيش مصروف البيت، فدي برضو اه، محتاجه. هو اللي بيصرف بقى، يعني هو ما يرضاش يديهولي وانا اللي امسكه مثلا بالشهر، فهو اللي بيصرف. ولما يصرف بقى يقعد يحاسب، يعني لو انا مثلا صرفت 20 وقلت له حاسبني يديني مثلا نصهم، ويسيبني انا بقى يعني اتحمل الباقي، حاجات زي كده يعني. انت بتبقى فانا عايزه عارفه ان اسال معاك فضيله فلوس؟ الشيخ، حكم الشرع ايه في اول حاجه هدر الزوجه بالشهور وبالسنين وما فيش علاقه زوجيه، ربنا هيحاسبه ازاي؟ دي هو نمره واحد. قولي لي نمره يا اتنين، منى، هو اتفضلي. هجر في الفراش ولا بيسيب لك البيت اه، وبيمشي؟ في الفراش، في الفراش. اوكي، بالشهور وبالسنين. تاني حاجة، حكم الشرع ايه برضو لما يكون هو يعني غني جدا وربنا فاتح عليه مليونير، ويقعد يدلنا كده بالفلوس انا والولاد وفي المصاريف، بحيث ان انتوا ما برضو بتلاقوش. ربنا شوف يعني شوف يا منى، ربنا غضبان عليه ولا ايه؟ طيب في اي سؤال فضلت الشيخ عايز بقول لها تفضل. بي بي لا لا، شكرا بيشح شكرا. عليها بحيث ان هم ما بيلاقوش احتياجاتهم، يعني مدارسهم وكده، ولا ما هي بيعرفوش قالت يخرجوا؟ انه بيمن وبيضايقها في ال20، يديها نصهم، تبقى هي محتاجه 20 يقولها لا كفايه عليك النص، فهي تحتاس ومش عارفه تصرف منين، بيضيق عليها الحال، تمام. وهو ربنا فاركها عليه، هو مليونير وهو مضيق عليهم الحال. فده حكم الشرع في حاجتين، هجر الزوجه وتضييق الحال برغم انه ربنا موسعها عليك. أما الهجر فهو قطعا حرام، تمام. وإحنا قلنا دلوقتي إن المرأة لها حق كما أن للرجل حق، وقد قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولها حق في العشرة والمعاشرة، واللي لها حق في كل الأمور اللي هي بمقتضى العلاقة الزوجية دي، وحتى الرحمة والمودة والكلام ده. فالهجر طبعا حرام إلا إذا كان في حالة النشوز، ففي استثناء هنا، ويبقى على قد النشوز بس، بيبقى على قدر، يعني تمام. على قدره، ومش مفتوح كده لبعض الناس، لكل الناس. واما الانفاق، ان هو طبعا الانسان مكلف، ان هو الرجل مكلف، واحنا زي ما قلنا كده كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. بس انا كمان عايز انبه عشان نبقى فيه معادلات، ان احنا ساعات بنقدر الانفاق تقدير واسع، يعني احيانا المرأة او كده بتبقى عايزة 20 عشان تلبي 20 بند، هو شايف ان 10 بنود دلوقتي و10 بنود بعدين، تمام، وهكذا. احنا محتاجين قوي اعادة الحوار. انا شايف وملاحظ ان البيوت بدأت اكثر تمسك بما يسمى حق او حقك، والتشبث ده، انما اللي احنا نطلع نعمل ليه دعوه من هذا البرنامج ولكل المشاهدين، اعاده مره تانية الحوار العاقل، ان يعني طب احنا محتاجين ايه؟ وده ما بقولوش لمنى بس، وده للبيت كله، احنا نقعد مع بعض ونقدر احتياجاتنا في مستوانا برضه وكل حاجه، مش من ربنا قال لي ينفق ذو سعه من سعته، محتاجين 10 وال10 دول عايزين كذا بناء على كذا، من غير اسراف ولا تقطير، يبقى ال10 دول هم المستحقين بيننا وبين بعض كده بما يرضي الله، من غير من نبقى خناقه. هي دي محتاجه حوار شويه وملاطفه والله. في وكتير. حاجه فضيله الشيخ برضو كنت عايزه اسال حضرتك فيها، فكره ان ربنا يرزق من واسع حد وهو يقطر ويبخل على الناس، مش ده برضو ممكن يوقف الرزق؟
يعني او ده مثلا ممكن يعني يبقى فيه نعمه، واما بنعمه ربك فحدث، وانه النعمه دي يعني إن احدث بيها ان انا اشبع ولادي او ابسط مراتي او كذا، هل دي ممكن تشد من تحته فكره انه الرزق الواسع ده اكتر من كده كمان؟ مش بس كمان يوسع، ده بيعيش المسكين في شقاء هو نفسه. انت من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره في بين عينيه ولم ياته منها الا ما قسم له منه، ومن جعل الاخره هم جعل الله غناه في قلبه. جميل. وجمع الله عليه شمله واتته الدنيا وهي راغمه. الحريص قوي ده بحيث ان هو، بس خلينا نحط كلمه مهمه وبنقولها للمشاهدين وبنقولها كده، الحريص بحيث ان هو ما يوفيش احتياجات خصوص التعليم والاكل وكده وهو معاه للدرجه دي، الحريص بالطريقه دي ده عايش في شقاء. جميل. وشفنا اظن مسلسلات عبرت عن يعني البخيل كتير. وانا مثلا العمل كتير. عبرت على عن شيء.